العضلات بتاعت الجثمان بعد الوفاه هتمر بثلاث مراحل. اول مرحله اسمها الرخاوه الاوليه، يعني اي جثمان بعد الوفاه تمسك دراعه كده ترفعه لفوق تلاقيه بيقع معاك كده، دي اسمها ايه؟ الرخاوه الاوليه. الرخاوه الاوليه دي هتستمر ايه؟ ساعتين. بعد ساعتين تبتدي العضلات بتاعت الوجه تتقلص، تنقبض. ويستمر بقى هذا الانقباض في عضلات الجسم كلها لغايه ما يكتمل في 12 ساعه، تشوف الجثمان كده زي لوح الخشب مع احترامنا للانسان. تلاقي ايه؟ الجثمان كده تحطه على كرسيين زي ما انا حاطه اهو ما وقعش. ليه؟ لانه بقى تحول. الناس العامه يقول لك الجثه متخشبه، هو ده اللفظ، ده لفظ صحيح، ده اسمه تيبس رمي تام. الجثه خلاص كانك انت شايف لوح خشب قدامك. طيب يبقى الكلام ده تم في الصيف بعد قد ايه؟ بعد 12 ساعه. لما اقول لك التوقيتات اللي انا هقولها لك دي، لما اقول لك في الصيف 12 ساعه، اضرب في 1.5 ل 2 في الشتاء، يعني بعد المنظر ده تشوفه في الشتاء بعد 18 ساعه ل 24 ساعه. ماشي؟ طيب يبقى اذا احنا مرينا اول ساعتين رخاوه اوليه، وبعدين دخلنا في التيبس الرمي اللي هو انقباض العضلات اكتمل في 12 ساعه، يستمر 12 ساعه اخرى حتى يزول. يبقى بعد 24 ساعه من الوفاه هيخش في المرحله الثالثه اللي هي اسمها الرخاوه الثانويه. يبقى انا عندي رخاوه اوليه، تيبس رمي، رخاوه ثانويه. ماشي؟ دي اسمها التغيرات اللي بتمر بيها العضلات بعد الوفاه. التيبس الرمي كده، انتوا ناس بقى شغالين في الاعضاء، الناس يعرف ان انتوا بتتعاملوا مع حالات وكده، فيقول لك ايه، يسالك شويه بقى حاجات ايه، فانت تبقى قاعد في عزا كده، تلاقي الناس بتحب حديث حواديت الموت دي، بتبقى ايه شيقه شويه. فيجي يقول لك ايه، والله احنا لما دخلنا نغسل الراجل ده سبحان الله لقينا وشه منور زي البدر، وهو فرحان انه رايح يقابل ربنا، وقد يكون البني ادم ده ضلالي واخرته سودة. هي اي واحد تبص عليه في اول ساعتين لازم تلاقيه بيضحك، واي واحد هتبص عليه بعد 24 ساعه لازم تلاقيه بيضحك. يعني اي واحد يكون في الرخاوه الاوليه ولا الرخاوه الثانويه لازم تلاقيه بيضحك، لان الابتسامه بتاعتنا عباره عن ايه؟ عن ارتخاء في العضلات. يبقى الابتسامه عباره عن ارتخاء في العضلات، ففي الرخاوه الاوليه والرخاوه الثانويه لازم تلاقيه بيضحك. طب بص على الراجل اللي انت شايفه بيضحك في اول ساعتين ده، بص عليه بعد 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، يقول لك يا ساتر يا رب، بصوا عمل الاسود باين على وشه ازاي، بصوا. هو نفس الراجل اللي كان بيضحك، اللي قال لك وشه زي البدر وفرحان وراح يقابل ربنا. هو القصه ابدا، هو دخل في ايه؟ في تيبس رمي اللي هو عباره عن ايه؟ تقلص في العضلات. يبقى اذا بني ادم بقى بيضحك او مكشر والكلام ده ملوش علاقه بعمله، ده له علاقه بايه؟ بالمرحله اللي هو فيها، اللي هو في رخاوه اوليه ولا رخاوه ثانويه. وانت حضرتك ممكن تشوف اتنين عمرهم 40 سنه، تبص في واحد تديله 60 سنه، وتبص في الثاني تديله 20 سنه، واحد بيبتسم باستمرار هتلاقي فيه ارتخاء، وشه مرتاح. واحد مكشر طول حياته، تقول له نكته مكشر، تقول له مش عارف ايه مكشر، فده تبص في وشه لازم تلاقيه معدي عمره 20 30 سنه. عشان كده لما الابتسامه في وجه اخيك ايه؟ صدقه. فدي حاجه ايه؟ مهمه جدا، الابتسامه بتريح عضلات الوجه. طيب التيبس الرمي لما يصل لمنطقه الحوض هيحصل ايه؟ في حاجه اسمها الوعاء الناقل للسائل المنوي. الوعاء الناقل للسائل المنوي حواليه عضلات، لما التيبس الرمي يصل للعضلات اللي حواليه هيعمل لها تقلص، تقوم تضغط على الوعاء الناقل للسائل المنوي، تروح تطرد السائل المنوي خارج العضو الذكري. يبقى خروج سائل منوي من العضو الذكري لا يعني اي شيء غير وصول التيبس الرمي الى منطقه الحوض. ماشي؟ لا يعني اي حاجه اخرى. آخر تغير من التغيرات الرمية حاجة هنسميها التعفن الرمي، يحدث نتيجة عوامل كثيرة
اول مظهر من مظاهر التعفن الرمي هتشوفوه عباره عن اخضرار اسفل يمين البطن. تلاقي الحته دي ايه؟ مخضره. ليه الحته دي مخضره؟ لان الحته دي مقابل المصران الاعور. لو احنا قدرنا نطفي النور اللي في القاعه بعد اذنكم، لانه هي عندنا اضاءه جايه من الخارج عشان نشوف الصور يعني. يبقى في اخضرار اسفل يمين البطن، لان ليه؟ الحته دي مقابل المصران الاعور، والمصران الاعور بقى فيه كميه كبيره جدا من الجراثيم، وبالتالي هنشوف كويس قوي كده. وبالتالي هنشوف اول مظهر مظهر التعفن الرمي في الحته دي. هتلاقي اول حاجه احنا قلنا اخضرار، بعد كده تفلس الجلد. تفلس بالسين. يعني ايه تفلس الجلد؟ يعني تمشي ايدك كده على الجلد تلاقيه بيطلع معاك، ده اسمه ايه؟ تفلس الجلد. بعد كده تلاقي حاجه اسمها تشجر، عشان لما تقرا تقرير الطبيب الشرعي. يعني ايه تشجر؟ يعني الشعيرات الدمويه اللي تحت الجلد هتتحول للود البني، تبقى عامله زي فروع الشجر. ليه؟ نتيجه تغيرات في هيموجلوبين الدم. وبعد كده هتلاقي ده كان في لون الوجه، الوش هيسود. ليه الوش بيسود؟ لان المخ بيبقى فيه اكبر كميه من الدم، والدم ده وسط مناسب جدا للتعفن الرمي، فده بيساعد على ان لون الوجه ياخد اللون الاسود. وبعد كده هتلاقي جحوظ في العين، وبروز في اللسان، وانتفاخ في كيس الصفن، وانتفاخ في البطن. بعد كده اسبوع لعشر ايام في الصيف، ده بقى المخ اللي بيحلم وبيحب وبيكره. اسرع اعضاء جسم الانسان في التحلل هو المخ، يتحول الى عجينه رميه بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. عشان تعرفوا ان الانسان هو في الحقيقه ولا حاجه يعني، ولا حاجه. ماشي؟ ف يعني كلنا مهما كان سبب الوفاه بنتحول الى هذا المنظر. طيب نيجي لحاجه اسمها الذباب الرمي بقى. الذباب الرمي اللي هي الدبانه الزرقاء والدبانه الخضراء. لما حضراتكم كده تخشوا المقابر تزوروا ميت ولا حاجه، تشوفوا فيه دبانه حجمها ضعف حجم الدبانه الطبيعيه تقريبا، لونها ازرق او لونها اخضر. ده اسمه الذباب الرمي. الذباب الرمي ده بيشم ريحة الجثمان من على بعد 3 كيلو. بيشم ريحة الجثمان من قد ايه؟ من 3 كيلو. سواء كان جثمان انسان او حيوان او طير. تطير الدبانة دي تحط على الجثمان 300 ل 400 بيضة. هذا البيض بعد 12 ساعة، وخلي بالك بقى، خلي بالك بتحط البيض فين بقى؟ في كل الحواس، في مناطق الحواس. هتحطها في العينين، فتحتي الأنف، في الفم، في الأذنين، في المنطقة التناسلية. ماشي؟ يعني البيض ما بيحطوش إلا في المناطق دي. ليه بقى؟ لأن المناطق دي رطبة وعايز مية يتغذى عليه، فبيحط البيض بتاعه في المناطق الرطبة اللي هي بتاعت الحواس. فبعد 12 ساعة البيض ده يتحول لحاجة اسمها الطور اليرقي الأول، وبعدين الطور اليرقي الثاني بعد 24 ساعة، وبعدين 24 ساعة يتحول للطور اليرقي الثالث، وبعدين يتحول لدودة. في كل المراحل ده هو بيتغذى على جسم الإنسان. وبعد كده بعد ما يخش بقى تحت السجادة ولا أي منطقة مظلمة، يعمل لك حاجة اسمها الشرنقة، تقعد فيها 10 12 يوم عشان تخرج لك دبانه جديده وتمشي دوره الحياه مره اخرى. طيب الذباب الرمي ده ليه ظروف ما بيطيرش فيها. الذباب الرمي ما بيطيرش في الظلام ولا في الامطار ولا تحت 10 درجات مئويه ولا فوق 45 ل 50 درجه مئويه. طيب لو جثمان مات بعد المغرب واتدفن قبل الفجر، كده مش هيجيله ذباب رمي، صح؟ لان احنا قلنا ذباب الرمي ما بيطيرش في الظلام. طب الجثمان ده التحلل بتاعه بطيء؟ لا. ليه؟ لان انا الكلام الذباب ده موجود فوق سطح الارض.
لكن لو ما جالوش، لو جثة ما جالهاش ذباب رمي، أول ما تدفن تحت سطح التربة في دود موجود، الدود موجود من سطح التربة إلى عمق متر ونص تحت سطح التربة. أي أرض في الدنيا موجود فيها هذا الدود، على طول أول ما يدفن الجثمان يشتغل عليه ويبتدي يحلل في جسم الإنسان. ليه؟ لأن جسم الإنسان هو جزء من المكونات اللي ربنا خلقها من أول الخلق، وهتفضل هي هي مستمرة زي ما هي، ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. يعني إيه؟ إن شاء الله يعني ربنا نفسكم النهاردة تبقى مفتوحة، ما تروحوا كده هتتغدوا تاكلوا لحمة ولا فراخ. ماشي؟ أنا متأكد في نهاية المحاضرة تبقى نفسكم مفتوحة، مش عارف. طبعا طبعا. فحضرتك لما اكلت اللحمه، اللحمه دي عباره عن حيوان او طير، وبعد كده الحيوان والطير اللي احنا كناه ده اساسا كان واكل نبات. ماشي؟ وبعدين احنا لما ندفن يجوا يزرعوا جنبنا شجره صبار ولا حاجه، الصبار ده يتغذى على ايه؟ على الاملاح بتاعتنا بتاعت جسم الانسان، وبعدين يجي حيوان ياكل النبات اللي اتزرع ده، وبعدين احنا ناكل الحيوان، وهكذا. هي دوره بتلف من صوره الى اخرى، لان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث ايه من العدم، هي بتتحول من صوره الى اخرى. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. وانا اعتقد ده التفسير الصحيح للآية، لأنه العلماء كانوا بيفسروها على أنه الدبان لما بياخد حاجة من الأكل، لا ده بياخد جسم الإنسان. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. طيب بعد 6 شهور تتحلل جميع الأنسجة الرخوة، وتفضل العظام مرتبطة ببعضها البعض، يعني العظم يفضل رابط في بعضه، فقرات رابطة ببعضها البعض، الأضلاع رابطة، ده بعد 6 شهور. بعد سنة خلاص تنفصل جميع العظام عن بعضها البعض، كل عظمة تفضل لوحدها، وتظل العظام إلى ما شاء الله آلاف السنين موجودة تحت سطح التربة. تاني حاجة هنتكلم عليها اللي هي الجروح.